أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من سالون دي سيانس اليوم حلقتنا موضوع كتير مميز وكتير غريب شوي قلة ما بنحكي فيها الموضوع هو علم الحشرات الجنائي علم الحشرات الجنائي هو دراسة الحشرات وغيرها من المفصليات لتطبيقها على الشؤون الجنائية هالدراسة هيدي هالدراسة الحشرات مرتبطة بعدة علوم بعدة علوم رح نتعرف عليها اليوم ما رح كثير انا بالمقدمه ما احكي عنها، رح اترك لضيوفي هن يخبرونا عن هالعلم لانه هيدا اختصاصهم، آه معي اليوم برحب بالبروفيسور داني عزار الاستاذ المحاضر وباحث في كليه العلوم الجامعه اللبنانيه، ورئيس المجتمع العالمي لدراسه الحشرات المتحجره للمره الثانيه، ورئيس الجمعيه العالميه للحشرات المتحجره، ورئيس الجمعيه اللبنانيه لدراسه الاحافير والتطور. البروفيسور داني عزار له كثير من المنشورات تفوق ال150 من منشوره علميه عالميه وكل هالمنشورات هي مرجع عالمي لكل المجلات والباحثين العالميين معي كمان الدكتور سلمان شيق اهلا وسهلا فيك هو كمان اخصائي في علم الحشرات الجنائي الشرعي خريج المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس والجامعة اللبنانية عضو في الجمعية الأوروبية لعلم الحشرات الشرعي حائز على دكتوراه في علوم الحياة والصحة وماجستير في التخصيص في التشخيص الجنائي وعلوم التحليل الجنائي اهلا وسهلا فيكم اول شيء اهلا اهلا فيك صديق وزميل لنا صرت بسالون دي سيانس يعني انت انت لك عده حلقات وعم بتشاركنا كمان بالاعداد نحن بنتشكرك دكتور داني بدايه خلينا نتعرف هيدا العلم شو هو كيف عم نقدر نستفيد منه بالعلوم الجنائيه بالابحاث الجنائيه نعم أه علم الـ او استعمال الحشرات بالاعمال الجنائيه او حتى نقدر نكشف فيهم جريمه او شيء هي علم بلش من حوالي تقريبا يعني بطريقه علميه بلش بمنتصف القرن التاسع عشر بلش بفرنسا، بس قبل استعملت الحشرات من من القرن السادس عشر بالصين لكشف جريمه. هي فعليا شو اللي عم بيصير هون؟ هي بنستعمل الحشره اغلبيتهم بيكونوا ذباب مثل اللي عم نشوفها اليوم هلا قدامنا على الصوره على ميله الشمال الصوره والخنافس يلي بيجوا على الجثث هودي حشرات بيجوا عادة لينظفوا الطبيعة من هالجثث يلي بتكون موجودة أو صارت يعني هيدي الحشرات إذا بدنا بتساعدنا لحتى نرد يلي استأجرناهم من الطبيعة على فترة حياتنا رد لها للطبيعة يلي يلي أخذناها منها هن ديكومبوزور هن بيحولوا هن محولين يعني إيه؟ آه، وخيريه حشرات مثل هيدي موجوده لانه هيدي بتنظفنا البيئه تبعيتنا يعني بيكفي بس نتخيل قديش قاطع حياه على الارض ولو ما في عنا حشرات مثل هيدي لتنظف شو كانت حاله الارض كانت مغموره بالجتات ومغموره بال وما كان في استمراريه للحياه صحيح صحيح لانه بنعرف انه هالحشره بتحول المواد العضويه الى مواد لا عضويه وبترجع النباتات بتحولها وبيرجع السيك اللي بيمشي صحيح يعني يعني اذا بدك هودي الحشرات نحن بنستعمل معرفتنا بالحشره معرفتنا بالسيكل البيولوجي تبعها حتى بالدوره البيولوجيه حتى نقدر نفهم منها كيف امتى صارت حاله امتى صارت جريمه لانه هيدي الحشره مثل هيدي الدبان الزرقاء نحن نسمع عنا في مثل شعبي حلو كتير عنا بقول دبين والله قتلوا واحد زتوه محل الدبان الازرق ما بيحضر فيه اذا الدبان الازرق ما بيحضر بجته ما حدا لا بوليس ولا حدا بيقدر يحضر فيها بالمبدا هل الحشره فيها تشم ريحه جته لحديد 15 كيلو تقريبا بتعرف انه هون في عندي جته وبتكون على هالجته باقل من ربع ساعه يعني نحنا بواسطة الحشرات أول شيء بيوصل عندي أنواع من الذبابيات من عائلة الكاليفوريدي وبيرجع بعدين بيصير في عنا حشرات تانية بتجي وراها من نوع السركوفاجيدي كمان ذبابيات وبيرجع بعدين بيصير بيجي عندي خنافس من كذا نوع فبيكون في عنا مقدرة أنه من خلال دراسة الطور البيولوجي تبع الحشرة ندرس أو نعرف أمتى صارت حالة الوفاة لحديث ست اشهر بغلط فينا نقل. الغلط اللي فينا نرتكبه نص ساعه قبل او بعد حاله الوفاه ان كانت جريمه او كانت وفاه طبيعيه هيدي بواسطه هالحشره هيدي بينما اذا عم نستعمل الطبيب الطب الشرعي العادي الطبيب الشرعي ماكسيموم باقصى الحدود اذا بعد مرور بين 48 ل 70 ساعه باشد الحالات بعدها ما ما بيقدر يقول لك امتى صارت حاله الوفاه بالتحديد هون الحشره ست ست اشهر من بعد حاله الوفاه بتعطيني بتقول لي هون صارت الجريمه وفينا نعرف كمان اي ساعه اذا حسب الضوء او اي ساعه بالنهار لانه نمو للحشره بصير حسب الرطوبه الموجوده بالهواء وحسب الحراره الموجوده واكيد كمان بواسطه الحشره هيدي فينا نعرف اذا كان في عندي حاله اغتصاب فينا نعرف اذا في عنا جته كانت بمكان ونقلت لمكان ثاني هيدي استعملناها ب في مره كان في عنا قضيه بفرنسا وقدرنا عرفنا انه في جته لقيناها بمارسيليا هي جايه فعليا من من منطقه حد بروكسل ببلجيكا بانه كان في عندها حشرات مش موجوده غير هونيك وهون بلشنا نستعمل هالعلم يلي يلي بنسميه فورنسيك انتومولوجي او علم دراسه الحشرات بالامور الجنائيه او الشرعي اذا بدنا اول مره استعملناها بال 2004 كان في عنا مقتل صبيه بمنطقه صور بالبرغليه وقدرنا بواسطه الحشره نعرف امتى صارت تحديدا تاريخ الوفاه <applause> ومؤخرا كمان استعملناها للاسف مع شهداء الجيش اللي كانوا بالاحداث الاليمه اللي صارت على حدود بيننا وبين سوريا. يعني هالعلم هل هل كتير مهم واللي حلو انه بيعطينا غلط آه ما لا يذكر بي... لا يذكر انه بين انه ماكسيموم نص ساعه يعني غلطنا ساعه بيكون، اذا نص ساعه قبل نص ساعه بعد غلطنا ساعه غلطنا ساعه، يعني شغله انه تحديد وتحديد المنطقه هلا في له فروع هل بعد ما حكينا عنه تاريخيا له فرع صحيح له آه فروع هل هيدولي ما بعرف اذا عدلنا إياها دكتور سلمان صحيح هو بيتقسم لعده فروع الفرع الاول هو علم الحشرات علم الحشرات المدني الحضري اللي بيتعلق بالحشرات اللي بتجي على البيوت مثل بيوت الخشب وهيدي الحشرات الموجوده مع الانسان علم الحشرات الحبوب والمواد المخزونه هي الحشرات اللي بتجي على الحبوب وال وبتاكل منها وبتعتبر كمان يعني تستعمل المواد الغذائيه نعم و... <applause> صحيح بتستعمل كقضيه قانونيه والعلم الحشرات الطب الجنائي اللي هو مركز يعني كان اساس لبحثنا لبحثنا العلميه بلبنان لبنان <applause> <applause> هلا نحن يمكن حكينا شوي تاريخيا عن هالشيء وفروعه لهالعلم يعني كتير مهم هلا عندنا بلبنان دخل حديثا صحيح هلا اذا بدك نحن بال 2004 عملنا اول قضيه هون بلبنان اشتغلنا فيها علما انه نحن ما كنا مأخرين ابدا 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 عن بقيه العالم، كان بلش بفرنسا رجعوا لهالعلم هذا لانه بلش بالقرن التاسع عشر صحيح او باواخر التاسع عشر وبدايه القرن العشرين بس هيدي علميا 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 بهال صحيح بس قبل كان انتست انت كليا وما عادش حدا استعملها غير مؤخرا انه رجعوا لألو انه شافوا انه لا يا انا في عندي بكشف الجرائم في عندي أن واستعمل البيولوجيا تبعت الحشرات حتى أقدر أفهم أمتى صارت حالة الوفاة أو إذا إذا جت أو أو إذا في عندي حالة اغتصاب أو في عندي استعمال لمخدرات بما أنه في استعملون رجعوا أعادوا إحيائها كان البوليس الفرنسي وجوات أصلا قسم منهم تدربوا بالمتحف التاريخ الطبيعي وكنت أنا هونيك هون وكان و... صار لنا بس شي سبعة ثمان سنين مبلشة وقت بلشنا فيها هون عن عن بلبنان واشتغلنا مع كذا هون بلبنان أول شيء لأنه هلا بأوروبا بيعرفوا شو في عندهم حشرات أنا مشكلتي هون بلبنان عندنا غنى كتير كبير بالحشرات وبنقدر الثروة الحشرية اللي عندي إياها هون بلبنان تقريبا حوالي 18 ألف من 16 ,000 18 ألف يلي بعرفهم فعليا حوالي 2000 حشرة يعني ما بعرف تقريبا شيء من المكون الحشرات اللي عندي اياهم بهالبلد فكان في عنا اضطرار انه قبل ما نفوت فعليا بهالمجال انه اول شيء بدي اعرفه بدي اعرف مين الحشرات اللي بيجوا عندي على الجتات هون فعلى هيدي بلشنا نعمل اختبارات مع طلاب آه على كذا سنه آه ب كانوا كطلاب ماستر اول شيء عم نشتغل على هال نحط جتات خنازير او غيره او شيء نتبعه ومؤخرا كان في عنا دكتور سلمان يلي هو تخصص وهو اول شخص متخصص بعلم الحشرات الجنائي مش بس بلبنان بكل منطقه الشرق الاوسط <applause> وهلا صور لقطع بشوي اذا نرجع بنشوفها هون هودي وقت الاختبار يلي كان عم يعملهم دكتور سلمان اكيد عم نستعمل جتة خنزير لانه الخنزير اقرب شيء فيزيولوجيا للانسان كحجم وكتركيبه والخنزير بياكل نفس الاكل مثل ما بياكل الانسان يعني هلا بقول لك واحد انه هذاك بياكل زباله نحن فعليا يعني بياكل اكل متنوع مثل الاكل اللي بياكله الانسان وبالصوره اللي قطعت قبل شوي اذا بخلينا اياها استاذ بسام بركي بيحكي عنا كمان دكتور سلمان بخبرنا شو عمل تحديدا خبرنا عن هالدراسه آه صحيح هيدي كانت اول دراسه بلبنان بال 2013 عملناها وكانت بمنطقه جبل لبنان آه استخدمنا الخنزير لانه هو اقرب للـ للـ للفيزيولوجيا تبع الانسان فكمان استخدمنا مصايد الحشرات للحشرات الطائرة واستخدمنا كمان مصايد للحشرات الزاحفة وكمان كنا عم نرصد الطقس والجو لانه الحشرات بتتاثر يعني بدوره حياتها بتتاثر بالطقس وبالحراره ضروري و... نعرف الحراره لنقدر نحدد عمر الحشره صحيح <applause> وكمان استخدمنا انه نقيس وزن الجثه كرمال نعرف كيف كيف تحللت والمراحل تحلل الجثه فلانه هي الجثه بتقطع بعده مراحل يعني اول شيء بيكون عندي المرحله الفراش بعدين بتصير عندي الانتفاخ الجثه وبعدين بصير عندي تحلل النشط للجثه وبعدين التحلل البطيء وبالاخر بيصير في عندنا الجثه بكل هالمراحل بتغير يعني انواع الحشرات هلا مثل هول عم هلا قدامنا كمان في عندنا هون بوقت التحلل تبع الجثه بكذا مرحلة شو اللي بنشوف مثلا هون في عنا الحشرات عم بيجوا عليها هلا على الحشرات هون اكيد ما بتكون يرقات عادة بالعامية عنا بيقولوا جتة اكلها دود مش دود فعليا هودي يرقات لذباب لذباب بشكل عام من عائلة كاليفوريدا اول شيء وبعدين بس عندي عائلة ثانية اللي هي الساركوفاجيدي يلي يلي دنبا اذا بدنا بنشوفهم بنشوفهم دائما بحياتنا اليومية وما كان اذا حدا عم شويه لحمه بشوف انه وجع عنده او شيء دبان لونه ازرق او اللون اخضر الدبان ملون يلي اذا بنشوفها لحالها ولا اجمل من هيك حشره حشره كتير حلوه هلا العالم عاده بتقول لا هيدي حشره مجويه لانه بتغطى على الزباله بتغطى على البراز وهيك معقول تيجي تنقلنا مشاكل بكتيريا او شيء على الاكل صحيح هي بتغط هون وهون وهون بس هي ولا انظف من هيك حشره لانه هالحشره هيدي قبل ما تبلش تاكل بتعمل مثل ما بيعمل الانسان يلي بشكل عام بيكون عنده تربيه صحيحه بغسل بتغسل حاله بتغسل بغسل ايديه الانسان ما ياكل م. هي بتشوفها قبل ما تنزل على الجثه او لا شيء بتلحوس حالك كلها صوب، بتنظف حالك بعدين بتنزل عليها طيب ولما بترجع ب... هون حلو نوضحها هيدي لانه الكثير من الناس ما بيعرفوها بيقرفوا منها الدبانه اوكي لما آه هلا لا. ممكن تنقل امراض اذا كانت واقفه على شيء الأمراض بتنقل امراض وعلميا يمكن مثبتة علميا انه بتنقل امراض صحيح, صحيح. لانه باجريا بهالشعيرات اللي عليها بيعلق لا. انا هون عم يعني بعلق بطريقه انه 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 حتى انه هيدي بتكون على البراز او بتكون على العزباله او هذا لانه هي جاي بس لانه زباله ليش بتيجي على الزباله على البراز؟ البراز والجته بيتصرفوا بنفس الطريقه وبيتحللوا بنفس الطريقه ونفس الحشرات اللي بيجوا بحللون فهذه جيلة تنظف جيلة تنظف بشكل مزمد. عام بس نظيف. إذا كانت ثابت على محل في على براز او في زباله وفي في اكيد هم بيكون في عنا بكتيريا كثير وفطريات ممكن تنقلها على الاكل مشان هيك كمان انه دائما اذا حاطين حدا لحمه نيه هم بتعرف بلبنان بناكل لحمه نيه قصبه وغيره وغيره دائما اللحمه المفروض تكون طازه ومن شال دغري من البراد وما تقعد كتير على الطاوله قبل ما تتاكل لانه ممكن كتير كتير وكتير احيان بتجي بتبين من البنات ومش بس بتقعد تلحوسها بتبيض عليها لانه هيدي بالنسبه لها مثل جتي <applause> فمش هيك لازم تتاكل باسرع وقت مشان واحد يقطع وقت قبل ما يستخدمها يتركها برات البراد والهيدا يعني شيء هيدا مع انه ما بننصح اليوم باكل اللحم الناي أيه اليوم هيدا هلا هالدورة الحشرات وكيف بتصير وكيف نقدر نعرف الوقت يعني حلو نشوف نفوت شوي بتفاصيل هالموضوع يعني انه كيف كيف الى دوره اول شيء الى دوره صحيح في دوره ونقدر بعدين نعرف آه صح هي دوره الحياه عند الحشره بنستخدمها يعني في مراجع علميه بتاكد كل نوع من الحشرات شو لها آه دوره حياتها كيف والوقت فهون فهون بنعتمد لنعرف نوع الحشره اول شيء يعني بعلم التصنيف نعرف اي هي الحشره اللي اجت على الجثه لندرس دوره حياتها وممكن نشوف الصور الحشرات الطائره فمثل ما قال الدكتور عزار عندنا الحشرات الكاليفوريدي اللي بتوصل اول شيء بعدين الساركوفاجيدي بتوصل يعني بسمون يعني بيسموهم الازرق اذا بدنا الكاليفوريدي بتوصل <applause> بمراحل الساركوفاجيدي اللي بيكون دنبها بيشبه كانه طاوله الشطرنج يعني بنشوفها كانها مقطعه تقطيع طاولة شطرنج بشكل عام صحيح سركو ده بتوصل بمراحل متحللة أكثر من الجثة وبعدين كمان عندنا الميسيدا هي موجودة بالبيت كمان بتوصل مع الكاليفوريدا فإذا كل حشرة بتوصل بمرحلة معينة من تحلل الجثة ومنستخدمها لنعرف مدة الوفاة كمان الحشرات الزاحفة بتوصل بمراحل متقدمة يعني بتجي بتنظف العظم أو ممكن كمان تاكل من اليرقات الذباب الأزرق ودعملنا دراسة على الهستريدا ده والستفينيدا ده. هن بياكلوا يرقات الذباب الازرق يعني هني بيجوا بفتره بعد الذباب الازرق أه وممكن نشوف الدراسه عن داس الصوره اللي هيدي الدراسة عن الهستيريدا كانت فونستيك ستادي عملنا اكتشفنا يعني 13 نوع من الحشرات موجودين بلبنان هن اوريدي مكتشفين عالميا من قبل بس عرفناهم بلبنان هون بحب زيد على كلام دكتور سلمان انه هيدي شغله كثير مهمه لانه نحن مثل ما مسبقا انه ما بنعرف الحشرات اللي عندنا اياها بلبنان وضروري جدا نقطع بمرحله التاكسونومي او تحديد الاصناف والانواع الموجوده وهذه الدراسه مؤسسه لانه لاول مره انا في عندي فينا نعرف هذا العيله دي لاول مره بكون في عندي جردة آه على الاراضي اللبنانيه ومش بس جردة في عندنا كمان مفتاح لحتى نوصل لتحديدها يعني من واسطه الدراسه هيدي من يعني في عندنا كليله للديتيرميناسيون او مفتاح حتى يعني بنشوف كل كاركتر لحاله على الحشره، لنقدر نوصل لنحدد اي صنف واي نوع. وهون بحب بس هيك نوه انه التاكسونومي بالدراسه البيولوجيه هي من اصعب شيء ممكن يكون اذا بدنا بالدراسه البيولوجيه. صح لان هون بدنا فعلا متخصص مش حيلا تكنيشن في يعمل دراسه ويحدد لي صنف، هون بده يكون واحد متخصص. وسبشاليست يعني على الاخر بينما اذا عم نشتغل على الدي ان اي على الحمض النووي او عم نشتغل موليكولر بيولوجي او شو اسمه البيولوجي النوويه يعني على الحمض النووي وغيره وغيره هون بيكفي حيلا تكنيشن في يعمل الشغل وبيطلع شغله مثله مثل الاخصائي بينما التحديد التاكسونومي او تحديد التصنيف نسميها هي من اصعب شيء وللاسف اليوم بالعالم قليل كثير التاكسونومست المضبوطين <applause> يعني آه قطعنا بمرحله <applause> كان في كثير تاكسونومست بال بالقرن الماضي حاليا للاسف لانه وما كان وقعوا بغلطه انه العالم كلها سوا عم تتوجه صوب الموليكولار بيولوجي وكذا هيك انه فكرهم كانوا بوقت من الاوقات انه هيدي هي بتعمل حل لكل شيء لا اليوم عم ياكلوا اصابيعهم نادمه عم بيرجعوا عم بيرجعوا بس من المشكله ما بقى في حدا يعلمهم هذه المشكله وبعد ما بنعرف شو هد هن هد المكونات الدراسات والتصنيفات اللي انعملت سابقا وكذا ما من موثقه ويقدر الواحد يرجع ي ولا بنرجع موثقه بس المشكله هون بلبنان ما عنا شيء كان عمل قبل على الموضوع هيدا فنحن عم ننطلق من الصفر بالوقت اللي اوروبا بلشوا بدراسات مثل هالنوع هيدي من حوالي قرنين نحن هون بعدنا ما بنعرف شو في عنا بعد ما بنعرف سكان بلادنا يعني عم بعتذر عم بقول لك كلمه سكان بلادنا بس انا عم بقول عن اقتناع هالكلمه سكان بلادنا مش بس البشر سكان بلادنا هن الكائنات الحيه الكائنات الحيه كلها سوا من نبات وحيوانات وغيره يلي ساكنين على الارض واللي مرقت عبر التاريخ صحيح. وبقيت لنا بشكل صحيح. صحيح. احفوريات وخصيل صحيح. يعني هيدول اللي سكنوا هلا. طب هالدراسات اليوم نحن بلبنان بشرنا بلشنا نعمل دراسات لانواع الحشرات مزبوط صحيح فتنا فيها بقوه يعني وصار في متخصصين وراء يعني اعماله كمان لدكتور سلمين. سلمان سلمان ووصلنا اليوم في دكتور سلمان قدر نشر ثلاثه او اربع منشورات علميه بهالموضوع هيدا من الاهم للمنطقه مش بس لبنان لكل منطقه الشرق الاوسط لانه ابحاث رياديه كانت ولاول مره بتصير بالمنطقه هون بمنطقه ما بنعرف فيها شو الحشرات اللي عايشين فيها. ايه هيدول هيدي شغله كثير مهمه بس بعد في كثير هلا حشرات نحن ما بنعرفها. صحيح. صحيح. يعني هلا العلم عندنا هيدا بعده بنعده بدائي بطور بدايته يعني. ببدايته بس على الخطى الثابته والسليمه والرايحه يعني اوتوستراد اذا بدك يعني آه رغم انه اغلبيه الحشرات اللي عندنا بلبنان ما بنعرفها صحيح إيه بعد انه هالعلم بعده عم بيكون بيعطي دقه بال نعم ايه يعني يعني آه اذا بقول لك انه كل كل ما بيقطع فتره هون عندنا بلبنان غير ما اشياء جديده وحشرات جديده آه من فتره وجيزه إجا لعنا آه فريق روسي قعدوا شهر هون بلبنان ومن شي كم يوم بعثوا لي آه النتائج اللي طالعه من نتيجه انه زاروا مناطق كثيره هون بلبنان ولقطوا حشرات وكل شيء في عندنا آه حوالي العشرين 20 25 صنف مختلف اول مره من اليوم لبنان وفي بيناتهم مش بيناتهم كمان زيادة على القائصه شي 10 اسبيسات جديده للعلم كله يعني اول مره بتلاقوا بالعالم <applause> يعني تصور هالبلد الصغير يعني معلش عن يعني جد شو غني <applause> بكل المجالات يعني كذا مره نحن وياك حكينا بعده حلقات قديش لبنان غني بتنوعه يعني البيولوجي يعني انا اذا بدي اروح على اوروبا اليوم بدي اقعد نبش يمكن بمساحات كثير كبيره بي يعني بقول لك مساحه فرنسا او مساحه بلجيكا او المانيا او شيء مناطق كثير كبيره للاقي يمكن اذا اذا لقيت شيء سبيس جديده ما حلاقي وبستصعبها لاقيها اليوم بايامنا بينما بلد اصغر من فرنسا ب 50 مره انا بقدر انه نحن اساسا اغنى من فرنسا بمظبوط بي... هيدا مكون الحشرات اللي عندنا دي... هيدي اثبتت بعده مجالات بال... صحيح العلمي... البيئي البيئيه يعني والطبيعي. ماشي زياره خلال شهر لهالعلماء لهال... الروس اللي اجوا لعنا لهون وغيرهم وغيرهم يعني كمان اشتغلت قبل مع فرنسويه مع عيال تاني من الخنافس وفي وحده سميت على اسمي اثنين سميها على اسمي لانه الشباب حبوا يكرموني بالموضوع وفي استهل. <applause> مرسى الله يسلمك وفي وحدة كمان سميت على اسم دكتور موجاز الله يطول عمره طيب. وكمان كمان مستحق <applause> كمان مستحق 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 عن جد لأنه عن جد هيدا الحلو أنه هلا بهي أنه نكت... دايماً لبنان عم نلاقي بأي مجال هالتنوع البيولوجي هالتضاريس الموجودة فيه تعدد الايكو الموجودة فيه النظم الايكولوجية يعني عم بيخلق غنى غنى بشتى المجالات انه كنا عم نفكر انه التنوع البيولوجي بس هو عدد النباتات بلبنان كثير أغني بالنباتات اصلا اصلا حتى اذا حكينا إيه بالنباتات يعني نحن بلد عنا عندنا 261 صنف نباتي بس انديميك للبنان مش أندميك. موجود غير بلبنان مزبوط انا اذا على كل وحده من هالشتلات بلاقي حشره لقي 10 حشرات لا <applause> لانه عاده بيجوا <applause> فوق 200 <applause> 300 حشره على كل عم تتخيل شو في عنا هون ما هاي هي هي عم جد عم جد قديش لبنان غني قديش لبنان مهم وقديش لازم يكون محمي طبيعته محميه لانه هي سرقه ربه حمي ايه يعني ربه <applause> عن جد وان شاء الله كمان يرجع ابناء ربه يحموه كمان يساهموا بحمايته فكتير كثير مهم اللي عم نقوله هلا انه في في غنى يعني كنت اليوم عم بتسال انه عاده باوروبا وذكرت المثل انه لما جت تنوجد بمنطقه بيعرفوا اذا كانت من هالمنطقه ولا انتقلت من منطقه هيدي بمسافات كبيره ممكن هينه بس بلبنان الصغير ومع تعدد وتنوع الحشرات ممكن نلاقي انه مثلا نعرف انه هل, هل انتقلت من منطقه لمنطقه بلبنان يعني في معقولة بهالمنطقه ما يكون في نوع من الحشرات مش موجود بمنطقه تانية من لبنان موجوده هالشي نعم <applause> الجواب نعم يعني حتى ساعة. <applause> بساعة نعم نحنا اه نحن اليوم لقينا على حطينا جتت اه اكيد وقت الدكتوراه اه تبعت دكتور سلمان حطينا بخمس مناطق لبنانيه جتت ولحقناها يعني ماشي سلمان ينام تقريبا حد الجته لفتره شهر شهر وشوي وما بخبرك قديش صعبه انه قاعد عم يتحمل ريحه جته ومن على بكره عشيه عم حشرات وياخذ حراره الجدة ويزين الجدة وجته انه يعني مش جدة صغيره يعني خنزير, خنزير حجمه حجم, انسان يعني فيعطي الف العافيه لانه عن جد بسبب شغله اليوم عنا هالمعلومات الكبيره يلي صار بحوزتنا واكيد حاليا دكتور شيا كمان بكفي هالشغل هيدا وفي عندنا كمان طلاب غيره كمان في عندي طلاب من قوى الامن عم يعملوا هلا حاليا معي كمان دكتوراه على الاكاري اللي بيجي على الجتات يعني حتى يكون في عنا تصور كامل وشامل عن شو بيجي يا انا انا بعرف اليوم شو باكل حاليا بس بعرف هلا كمان شو بده يكلني بس بدي <applause> عن <applause> آه، 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 جد احنا حلو هال هالدراسات هيدي ومساهمتك دكتور شقيه بهال اه، تطور العلم يعني هالعلم تطور بلبنان آه، رح نتابع مش بس, مش بس عن لبنان اكيد هذا التطور بل... <applause> بيخدم المنطقه كلها سوا الشرق الاوسط يعني بس كمان كنت يعني ردا كمان على على الشيء اللي تفضلت فيه انه فينا نعرف ايه فينا نعرف بس اعطيك مثل صغير في هود الدبان اللي اول شيء بيوصلوا يعني بسميهم دبان الازرق اذا منطقه موجوده بالريف بيوصل عندي صنف اللي بنسميه كاليفورا فوميتوريا يلي على وجهها هون في عندها شعيرات صغيره لونها برتقالي اورانج بينما اذا كنا بمناطق فيها تلوث اكثر بالبيئه حواليها بيوصل عندي اول شيء بيوصل كاليفورا فيسينا يلي هون الشعيرات يعني هون بتطلع على 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 التفاصيل تبع الحشره اكيد صح في عندك آه يعني مشان هيك شغله دقيقه مجهريه لواحد مشان هيك عم بقول لك بدا, بدأ خبير خبير متخصص, متخصص ليعرف يشتغل بهالشغلات مش كل واحد بيدعي انه فيها يعمل هالشغلات هلا الشيء كمان اهميه الشغل يلي قام فيه دكتور شيا انه بما أنه, أنا انه بما برأي انه برايي بس اذا بنتابع من من تابع نطلع بريك وبنتابع هذا الحديث يلا. المهم والمعلومات <applause> هيدا اعزائي المشاهدين هالمعلومات الثقافية اللي عم نتسقف فيها اليوم وغنى لإلنا رح نتابع بعد هالبريك <applause> أعزائي المشاهدين نرجع من تابع مع ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم هالمعلومات فيك. القيمة اللي عم تعطونا إياها الثقافة اللي قليل بنحكي فيها واللي قليل بنجرب نتطرق لها او ما بتزعجنا لما بنتطرق لها يعني دكتور سلمان في انت اكتشاف ساهمت كثير اشياء تنقدر نعرف هالانواع الحشرات وكذا بدراساتك فيك تحدثنا عنه كان هدفنا من من البحث كمان نعمل داتابيز دي ان اي داتابيز الحمض النووي للحشرات الموجودة اللي بتتواجد على الجثث من عائلة الدبان الأزرق فكمان لقينا الحشرات الأنواع عدة أنواع مثل كاليفورنيا فيسينا كاليفورا, كاليفورا بيوموتوريا لوسيليا وغيرها فكانوا هودي أول شيء استخدمنا التاكسونومي مثل ما قال دكتور عزار لنعرف أنواع الحشرات لأنه هدفنا أول شيء نعرف من الحشرة ونرجع نستخدم الدي ان اي تبعها كرمال كداتا بيز لا التحقيقات الجنائيه بعدين لانه بيكون في عنا مثلا شخص غير متخصص بالتاكسونومي في يستخدم الجين تبع هذه الـ او السيكونس تبع الدي ان اي كرمال يعرف مين الحشره الموجوده كمان استخرجنا الدي ان اي من اليرقات ومن البيض ومن من ومن خوا اكيد الادلتس كرمال نعمل داتا بيز كامل لهيدي وهي كمان لاول مره بتصير بلبنان وهيدي كمان كمان يعني هيدي الدراسه ساهمت كبير بتطوير العلم بلبنان العلم بلبنان يعني الاوسط كبدايه لداتا بيز كرمال قوى الامن يستخدموه لاحقا بالتحقيقات الجنائيه تبعهم كثير حلو طيب هون كيف كيف القوى الامن او المحققين بيقدروا يستفيدوا منها العلوم هيدي كيف نقدر يعني نقدر نعرف أه صحيح هن الهدف الاساسي انه لما يروحوا على الجتي لازم يكونوا متمرنين بانه يلموا هيدا الدليل اللي هو يعتبر دليل مهم مثله مثل مثله مثل الدم مثله مثل الفينجر برينت مثله مثل غير الدلائل عم عبتن بتنلم من الجتي اما بلبنان بعد هيدا الدليل غير مستخدم بشكل دائما بالتحقيقات الجنائيه فهون وظيفه قوى الامن انه يتمرنوا كيف يلموا هيدا الدليل ويحتفظوا فيه كدليل مهم بتحقيقاتهم لأنه بيحدد لنا مدة الوفاة اللي هو السؤال المهم بحيالله جريمة بتصير فهون اول شيء لازم يستفيدوا من من العلم انه يلموا هيدا الحشره وبعدين يدرسوها على التاكسونومي وكمان يستخدموا الدي ان اي تبعها اذا في عندهم اسئله مثلا ما بيعرفوا شو هي الحشره ففيهم يستخدموا الدي ان اي تبعها اللي بتكون موجوده بداتا بيز ليعرفوا من هي الحشره الموجوده على الجدي ليدرسوا دوره حياتها ومن ثم يعرفوا مده الوفاه. انا هون بحب بس كمان ايه اه اتشكر قوى الامنيه يلي كانت دائما رفقتنا وقت الابحاث اللي عم نعملها كان دائما في عندنا فريق من قوى الامن من دائره الجنائيات او ما بعرف شو بسموها دائره ولا الادله الجنائيه الادله الجنائية كانوا موجودين معنا على طول وبتشكر كل المسؤولين عن جد عن جد عن جد انا بنوه بمناقبيه الشباب وطريقه شغلهم كتير بروفيشنال انا بصراحه بقول لك من الاشخاص اللي كان عندي فكره خاطئه عن القوى الامنيه اللي عندنا ياها لاسباب عديده بس بس تعرفت على الشباب يلي بيشتغلوا بالجنائيات وباي طريقه بيشتغلوا عن جد بعقده بعقده يعني من لهم التحيه اكيد وكل كبيرة الاحترام لانه جهود الله الف عافيه وجهودهم جهود, جهود آه ومختبرات اللي عندهم اياها من افضل المختبرات انا شفت مختبرات وشفت مختبرات الفرنسيه بقول لك المختبرات اللي عندنا اياها هون ببيروت بسكنة الحلو افضل من المختبرات الموجوده مع عند البوليس المركزي بفرنسا. وهيدا شيء نقطة حلوة بيشرفنا انه نسمع هيك خبريه بتفرفح القلب انه نحن متطورين بشتى المجالات متطورين من الناحية العلمية يعني للأسف هودي الشغلات ما بنحكي عنها نحن يعني ما هي ما هي ما من. ما من, <applause> ما من لا, لا لا <applause> لازم نضل نحكي عن الأشياء البوزيتيف الحلوة اللي عندنا بالبلد لأنه <applause> عندنا كثير اشياء حلوه وايجابيه اكثر من الاشياء السلبيه، بس نحن عم نضخم الاشياء السلبيه صحيح ما بعرف صحيح شو, شو الهدف منها هلا ما, ما عم بفهم ليش ما نحن لا بنستحي من قيمتنا المنيحه اللي عندنا ايه ما بعرف لأ. لا. ما بعرف ليه، نحن بنقلل من قيمتنا مع انه نحن قيمتنا كثير كبيره ان كانت من الناحيه الطبيعيه من ناحيه النا... عم بحكي جيولوجيه والايكولوجيه الناحية من ناحيه من ناحيه العلميه الثقافيه من ناحيه شبابنا من ناحيه مؤسساتنا يعني بجميع المجالات نحن عندنا اشياء كثير مهمه وكثير حلوه وبكفي العلماء الموجوده عندنا بلبنان وكمان اللي ظهرت من لبنان وبيضت وجه لبنان باكتشافات كثير عظيمه صحيح. يعني هيدي بدنا ننوه فيها ونوجه التحيه لكل اللي بنعرفهم واللي ما بنعرفهم من هالاشخاص اللي بيضوا وجه لبنان وعطوا شغله كتير مهمه، كان في عندك شيء تقوله صحيح ونحن بنحب نذكر انه هيدا العلم هو صحيح كان من 2004 بلبنان انما بدول عربية مثلا دبي كانت يمكن من شي سنتين بلشت تشتغل على تطوير هيدا العلم يعني نحن أصل خارجيه طبيعة الحال يعني اكيد صحيح يعني نحن بهيدا يعني بنسبقهم بهيدا العلم كدول عربيه متطوره انما اكيد في غيرهم يعني كانوا بيشتغلوا على هذا العلم بفترات سابقة فاذا نحن بنتمنى انه اكيد هذا العلم يتاخذ بعين الاعتبار اكثر وينعطى اهميه اكثر كرمال نستخدم من العلميه لا نفيد الدوله بهذا بهذا المجال ايه يعني يعني نحن حاطين كل فيه. امكانياتنا دكتور عزار وانا انه ب بتصرف الدولة اللبنانية تستفيدوا من هذه الخبرات اللي نحن عملناها لتطوير ال يعني شغلة كتير مهمة يعني هلأ هيدا العلم يمكن أهم طريقة تقدر نحدد فيها الجريمة وكمان هون بدي اسال سؤال انه بنقدر نحدد الجريمه ومثل ما قلت ذكرت لي انه بنقدر نعرف إذا كان هذا الشخص منتحر أو موتة طبيعية أو مقتول قتل أو كان في حالة اغتصاب أو في حالة مخدرات كيف نقدر نعرفهم من وراء هالحشرات يعني؟ هلا ممكن الـ بحاله الـ الانتحار يعني بيكون عندنا على على فوهه الدخول او الخروج عندنا الحشرات عم بتاكل من من الجتة بشكل اسرع من من المناطق الثانيه لانه عاده الحشرات بتجي على الجته على الفتحات الخارجيه مثل العيون مثل مثل الاذن وغيرها فلما نلاقي الحشره عم تاكل بمحل ثاني من الجته مثلا فممكن نقول انه هذا المكان مكان, مكان يعني عم نحكي فيه هون على الاماكن الجنسيه يعني هون عم بحكي على المبعر او على على المهبل او شيء اذا كان في عندي فتاه هون آه يعني عاده بنطلع على اعمار اليرقات اللي بتكون موجوده بهالمناطق هيدي وفينا نعرف انه هون صار في عندي حاله اغتصاب او لا لانه عاده الجثه بعد مرور فتره زمنيه حوالي 50 ساعه اكثر تقريبا ما بقى في عندي شوف انا لانه هون نشفت الجثه ما بقى في شوف لانه سوائل او شيء في استخدمها وبالمخدرات في كمان اعرف لحديث اكثر من من سنه انه هون كان في استعمال المخدرات وهذا مات مسموم او شيء لانه انا الجثه ما عاده بصير في الاناليز بتصير اذا بحاله وفاه صارت سريعه بيشيلوا شويه بول او بفحص الكبد او الدم طب اذا هو كلهم راحوا ما بقى في شيء انه موجود انا وين بلاقيهم وين وان بعرف اذا كان في عندي تسمم او او في عندي استعمال لليرقات او للمخدرات انا هون بتطلع على اليرقات الموجوده على جدي. وفي باناليزا صغيره قادر اكشف انه شو هي الموليكولات الموجوده وبقدر اعرف لحديت فتره كثير طويله انه هون صار في عندي استعمال للمخدرات وهذا المخدرات وهذا مات بواسطه مخدرات او بواسطه سم ثاني موجود استعمل م. <applause> حتى ممكن دورة حياتها تتأثر بالـ 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 بالمخدر يعني ممكن تتسرع دورة الحياة ببعض باستخدام بعض المخدرات وتتبطأ بمحلات تانية فهون بندرس دورة الحياة كمان وبنعرف اوقات لما ما فينا نلاقي الدم او السائل من الجتة بنلاقي بالحشره الدوز اضبط من من السوائل الثانية او من الجتة فاذا الحشره بتحتفظ بهذا السم او المخدر وبتعطينا معلومات دقيقه حول هذا الموضوع يعني شغلات كثير قيمه هالمعلومات اللي عم فيها اليوم يعني ثقافه اليوم عم عم ناخذها بهالموضوع لكنا نسمع فيه انه تحدد هلا بدي اقاطعك شو صغيري هون بس كمان في شغله لاستعمال لهال نفس هال هاليرقات اللي بيجوا بياكلوا الجتة تبعوا الذباب هذا هي الكاليفورا واللوسيليا والكريزوميا وهو كلهم اليوم فينا نستخدم يرقات هالحشرات هيدي لمدوات الجروح والقروحات والحروقات الكبيره يعني صار في هلا فتنا <الفتنة> بمجال ثاني <applause> <applause> نعم 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 يعني <applause> هذا اليوم فينا نستعمل اليوم إذا نحن عم نربي هالحشرة اليرقة اللي بتطلع منها بتتربى على محل ما يكون خالي أو أو المكان يكون خالي من البكتيريا ما يكون ملوث فبتطعمها بطريقة لحوم بلا بكتيريا وبحال في عنا حالات حرق كبير بالجسم او حتى كمان في محل جسم معزر او في التهابات كبيره هذه استعملت قبل باوروبا قبل اكتشاف الانتيبيوتيك او يعني بعد ما الكسندر فليمنج بال 1951 بقدر اكتشف الانتيبيوتيك وقت ما استعملوها بس اليوم فينا ناخذ هال اللي عاده بالعرب العاميه دود بس مش دود هي رقاط لهالذباب وبتنحط على محل ما في عندي جرح هلا الفكره شو صير العالم بتقول لك ايه شو هذا شو عم بيعمل لي الدود عم بيكلنا انا وعيش ايه بس عم نطفك يعني لانه هيدي بتيجي بتاكل بس الطبقة اللحمه يلي لوثة ومهريه النكروتيك يعني شو اسمه بتشيلها وبصير الشفاء طريقه سريعه لانه اليوم نعرف يلي يلي بيفهموني اكثر يلي يلي مثلا بيشتغلوا بالمستشفيات اذا في عندي حاله شخص جاي عنده حروقات كبيره او كروحات كبيره بالجسم او شيء نتيجه التهابات كثير صعب تنظف الجرح الحشره بتنظفها بطريقه ولا اروع ما حتى انه يرجع يلحم الجرح ويرجع كذا في حادثه تاريخيه صارت كثير مهمه انه حلو كمان الواحد يذكرها بعد وحده من المعارك ونابليون هي اللي هي معركه اوسترليتز جيشه كله تجروح هلا اكيد الجيش عمل اول نهار معركه وكذا وبتعرف هذا الاكل شظيه هذا الاكل رصاصه هذا ضربه رمح ضربه سيف آه بيته الليله وكان في بمنطقه كانوا فيها في اجوا غطوا عليهم دبان وهالدبان بعض وبعد يومين ثلاثه كفوا المعركه الشباب بس وفقسوا هالبيضات وعملوا يرقات بوقت بما انه واحد بس بساحه الوغى ساحه معركه ما في عنده مجال انه يروح نظف جرحه وكذا هيك ما قاعد بالحق لهذا الزلمه الزلمه هالدبان نظف جروحات الجيش الفرنسي بوقتها وقدر كفى وقام بلا ما يصير في عنده التهابات وغرغرينا وغيره وغيره لانه اليوم واحد اكل رصاصه او عنده جرح من شظيه اذا ما تنظف الجرح بطريقه سريعه ممكن تؤدي لبتر العضو او لمقتل للشخص بواسطه التهابات فهيدي حادثه كمان تاريخيه صارت وجدير انه انه تنذكر واليوم فينا بلبنان نفوت هالتكنولوجيا اللي هي بسموها ماجوت ثيرابي او أه شو اسمها بالفرنسي استيكو استيكوثيرابي اللي هي استخدام اليرقات تبع الذباب يلي عاده بيجي بياكلنا بس بدنا نموت هيدا بينظف كمان الجروحات يعني بنقدر نستعمله كمان بالمجالات الطبية 100% هلا وين بلش يستعملوا هالمجال هذا الطب هذا بالطب الاسيكوثيرابي بقصد بلشوا فيه باوروبا بفرنسا وبكذا محل باوروبا وحاليا في كثير مستشفيات متخصصة باوروبا بتعملها م. هون عندنا بلبنان كيف في عندنا فكرة نفوتها بس لحيت هلا انه بدك تشوف كمان قديش العالم بتقبلوا الفكرة علما انه شغلة كثير هينة يعني اذا واحد عنده شوية جرح او شيء بنحط هالكم يرقة بيتغطوا بقطنه وبعد ساعتين ثلاثه بتنشال هالقطنه وبينشالوا هاليرقات والجرح نضيف وهالدراسات وال تقدمت يعني الغصن تطورت لحتى انه صار فينا نقدر نستعملها وتكون يعني صح. يعني صارت بمرحله متطوره مش بعدها بمجال الدراسات يعني هون اذا بدك كمان بتشوف انه من فكره يلي قاعد عم بيتغدى وشاف الدبانه وقرف وقديش بتشوف انه هالدبانه هي ذاتها هي بتنظف ورانا وهي ممكن تنظف لنا جروحاتنا وتساعدنا حتى اذا بحال لا سمح الله في عنا حرق او شيء انه نكفي حياتنا انه هالعلم حلو انه عم بسال انا انه ما بطل بمرحله الدراسات تطور وصار التطبيق. بمرحله التطبيق مرحله صحيح صار مرحله صحيح. تطبيق يعني وهيدا بس بلبنان بعد ما بعد. ما تطبق بعد على الصراط اللازم نحن اه <applause> عم لك فاتين بالم بالموضوع على طريقه اوتوستراد وفاتين فيه كثير <applause> حلو كثير حلو انه في مستقبل العلمي ممكن كمان الحشرات تكون موجودة قبل الموت على الجثة بشيء اسمه ميازس فهون كمان لازم ننتبه لدور هيدي الحشرات قبل الموت لانه ممكن يكون هيدا الانسان عنده مرض اللي معروف بالميازس عم بياكل من الجثه قبل الموت فهون لازم ينتبه خبير الادله الجنائيه لما يحدد مده الوفاه انه لهيدي لهيدي انا بتجي على أوكي. على مش بس على البشر بتجي كمان على الطرش على هو كمان لازم المفروض ينتبه بتحديد مده الوفاه كمان انه ممكن يكون في حاله انه لكبار للكبار السن او للاطفال آه فهيدي كمان الحشرات ممكن تجي وتبيض قبل الوفاه فهون لازم ينتبه وياخذ لأ آه كل هيدي بعين الاعتبار في تحديد مده الوفاه آه بالادله الجنائي شغلات كثير صحيح مهمه ومعلومات آه عن جد آه كثير جديده آه وبتامل بتعطينا امل بتطور هالعلمي وبتطور العلمي, ب... العلمي بلبنان شغله كثير حلو يعني, كان يعني كان دكتور سلمان حابب يفرجي كم صوره يعني بس ما نصحته كثير فيهم لانه العالم اول شيء بدها تشوف هالمناظر انه هذا جدي وشعب صح انه المناظر شوي شيء بيقطع شوي الشهيه يعني فايه شوي هي <applause> يمكن ايه بس انه اليوم لا حلو نعرف يكون عندنا هالثقافه ونعرف قديش اهميه هالحشرات وخصوصا نحن اليوم بحملة بي بي عالمية للحفاظ على الحشرات والحشرات بطور الانقراض وقديش انا هون بحب طمنك قد ما يكون بطور الانقراض هون نوع الحشرات هودي هول كانوا قبلنا بكثير رح يضلوا بعد ما بعدنا بكثير حتى لا لانه يعني اليوم <تصفح> لا بس ما كان من قبلنا بكتير ما كان في استعمال البستيسيد وال السموم اللي كانت عم بتضر الطبيعه فاليوم في حمله عالميه لهيدا الموضوع بس آه خصوصا للملقحين يعني يعني مثلا من بعض انواع الدبابير والنحل والنحل وكذا قلنا رح نفوت فيها بهيدا الموضوع رح نحكي كثير بهيدا المجالات يعني عن جد آه هيدا العلم واسع كثير آه في عنا كثير شباب هلا عم تتخصص فيه ولا آه 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 للاسف هي اذا بدك الثقافه اللي عندنا اياها من الاهل آه شوي ناقصة بالنسبة للمهن يلي بينصحوا فيهم أو أولادهم بس أنا بدي أقول هون أنه خلينا نقول أنه نكون منصفين يعني شوي أنه الأغلبية الناس لأنه ما بيعرفوا لأنه ما, ما بيعرفوا شو هالعلم صحيح صحيح هالعلم وحتى الأشخاص المدربين اللي بتجي موجهين بدي أسميهم اللي بتجي على المدارس وبتوجه الطلاب نحو العلوم ما عندهم خبر بهذا العلم صحيح يعني هون كمان وزاره التربيه المفروض يكون في عندها الدور التثقيفي البلش في المدارس لانه ما تاخذني بس اغلبيه اهالينا كلهم سوا بيعرفوا ثلاث مهن بقلب صح المهن بيعرفوها اذا واحد بيعرف كتير يشتغل بالرياضيات هذا مهندس اذا بيشتغل بحب البيولوجيا اكثر بقول لك بروح على الطب وإذا واحد لا بيعرف لا ولا هيدي أو عنده مثلا مشاكل بال يحفظ بالبيولوجيا او ما او بالرياضيات بقول لك بيروح بيعمل محامي وفي مهنه رابعه انه انضاقت لك سبل العيش ما لك الا الجيش انا بوجه تحيه للجيش ويعطي أخ... بس يعني في عنا مهن كثير حلوه بهالبلد بس العالم ما بيعرفوها حتى اذا فت بهالمجالات اللي ذكرتهم فت بالجيش بالجيش اليوم قديش في عندي تخصصات كثيره كثير عندي تخصصات متشعبة صحيح متشعبة وكذا ويعني يعني عن نحن عم نحكي هالاشياء عن العافيه لكل عنصر وفرد بهالجيش عن جد مؤسسه رائعه رائعه وبعدين عم انه عم تشتغل على عناصرها يعني بفوت واحد مش مثقف بيكون فيها صحيح. بيصير بصير كثير هيدا شغله كثير مهمه على شغل على عناصر الجيش ال والقوى الامنيه بشكل عام القوى الامنيه صحيح. بكل اللي عم نحكي ككل القطاعات الامنيه آه كمان هو هالتخصص انه باغلبيه التخصصات ويعني حتى ايام بتيجي بيقول لك ايه يروح مهنيه طب لا لا يا عمي المهنيه مش حرف سائط مهنيه والهيدا مش حرف سائط مش <applause> للانسان الفاشل انا اليوم بقولها يا ايه طلابي اه لا بالجامعه بقول لهم ياها يا خي اليوم في عندنا مثلا بقول لكم كلمه مهنيه مثل كان واحد عم بقول شيء هيك انه شيء ايه انه شيء بقولوا كمان عن عن, عن السرطان هذاك المرض انه شيء ايه. طولوا بالكم يا جماعه ايه. نحن اليوم صار في عنا تخصص كثير هالتخصص بيخلق عنا اشخاص كتير متخصصين بس مع بطالة كتير كبيرة ايه وعندنا مهنيين نفس الوقت المهنية هو تخصص كمان هو تخصص هو, تخصص هو, تخصص هو تخصص تخصص ونحن بحاجة كثير لمهنيين يعني, يعني اليوم ومهنيين يعني في واحد مهنيين متخصصين في واحد يكون أفضل طبيب بالبلد ما في عوش فيها لأنه ما في عندي فران يعطيني الخبز وميكانيستان يصلح السياره وشخص مظبوط هذا وبعدين واليوم اليوم المهن صار بحاجه لتخصص المهن كلها شريفه وما في مهنه غير شريفه المهن الوحيد الغير شريفه هي البطاله البطاله لذلك نحن نرجع لهيدا الموضوع موضوعنا انه اليوم كيف عم بيصير في مثل دعايه او بدي اسميها دعايه مثل توعيه او تعريف عن هذا العلم العلم لانه اليوم بعدنا اغلبيتنا ما بنعرف هذا العلم يعني وطلابنا يكون اللي في نحن, نحن بالنسبه لنا بالجامعه، بالجامعه بكليه العلوم اكيد نحن بنوجه طلابنا بس انه الاغلبيه عندهم فكر محدد انه لانه اغلبيه اللي بيجوا مثلا يعملوا بيولوجيا بكليه العلوم بكون عندهم توجه لانه اهلهم قالوا انه انتم بتروحوا تعملوا طب وهيك انه في عنو بيعرفوا انه في عند الطب طب اسنان وفي عندنا إيه بس اليوم صار في عده عم نشوف بالجامعه تخصصات كثير كتير كثير عندنا كثير بالجامعه اللبنانيه في عنا تخصصات بشتى المجالات وفيها طلاب وفي عنا طلاب هلا بس عم, عم بالاساس الموضوع. بالتوجيه الاساسي يعني نحن الزملاء آه بالجامعه الاساتذه بالجامعه مش عم بيقصروا بالمجال عم عم بيوجهوا الطلاب بس كمان بدك تشوف كمان قبل ما يوصلوا على الجامعه يعني اليوم لازم يعرفوا انه في عنا هالمهن قبل ما يوصلوا على الجامعه هلا كمان احيانا عم بيصير في عنا اشخاص من الكليات اللي عم بيروحوا يعملوا يعني زيارات على مدارس بس هي هي مش ضمن واجباتهم، هي واجب ها وحده من واجبات ال وزاره التربيه يلي لازم كمان هون تسقف شوزير وتعمل ارشاد وتوجيه للطلاب انه في مهن كتير في مهن يعني بس. انا بتمنى بتمنى انه مثلا يصير في بكل مدرسه يوم او يومين او حتى اسبوع توجيهي بجيبوا اخصائي بكل انه بشتى ميادين وكل واحد بيعمل له انه او مداخله ابو 10 دقائق ليعرف هالطلاب هل هل اللي بده يوصلوا المستقبل لإلهم انه يعرفوا اي مهنه يختاروا هلا بعد المدارس دي. اليوم عم بتجيب اشخاص عم بتجيب أشخاص مش كلها بس الأغلبية. عم بتجيب موجهين وكذا صحيح بس عم بقول انه حتى انه اذا بتنزع على وزاره التربيه او بدك تشوف تحكي مع هالموجهين ما بيعرفوا عن هيدا الاختصاص بالتحديد انا عم بحكي عن تحديد علم الحشرات الجنائي انا ما بخفي عليك هلا مثلا في عنا من طلابي اليوم بوزاره البيئه وحتى كمان حتى في في اشخاص من اللي صاروا مسؤولين بوزاره البيئه اشتغلوا معي على الحشرات وبيعرفوا شو قيمتها <applause> وفي غيرهم كمان اشتغلوا على مواد جيولوجيه وغيرها كمان معي ويعطيهم الف عافيه <applause> <applause> بدنا بدنا اشخاص كتير منهم المشكله هي الدوله ما عم بتوظف اشخاص متخصصين كتير كثير كثير او بكميات كتير ودائما عندنا القصه الست الست مكرره بدي اخد اعمل توازن بدنا نطلع طالع. من هلا رايح على الاختصاص يا ريت بحلم كون بهالبلد انا كون بلد علماني بس مقدار واحد اللي بقدر فيه الانسان نطلع هو نطلع على الاختصاص هو الشخص نطلع على الاختصاص صحيح شو بحاجه لالنا الاختصاص هلا بال بالادله الجنائيه عند القوى الامنيه فيها الاختصاص صار في ناس متخصصين ولا بعد الاختصاص محصور بشخص شخص عم بيتعاونوا معنا على طول يعني ما تكون في عندهم ايه مشاكل او شيء لانه عندنا مشكله التوظيف مش موجوده يعني اليوم اليوم في عندنا مشكله التوظيف بتعرف انه آه شيء الدولة بدها بدها تفتح مجالات او شيء كذا هيك وعندنا شوي كمان من ناحيه ثانيه عنا تخمه يعني بتفهم كمان الدولي الدوله بتقول لك خي انا ما معي مصاري لا اقدر امن سوا يعني شغله ان عنا مش عده متشعب المشكله المهم انه هيدا العلم هلا اليوم آه اليوم اليوم في عنا حتى قضاه يعني محترمين وكل القضاه يعطيهم الف عافيه آه في بعض الاحيان بيطلبوا انه يكون في عنا كمان يعني أدلة أي أدلة حشرية أو غيرها أو غيرها وحكينا مع كذا قاضي بكذا مؤتمر تنظم لبنان بلبنان عن هالموضوع وكلهم عن قناعة يعني عم بينعمل صحيح. له صحيح. إن صحيح. إنما صح. الاساس انه كيفيه لم هذا الدليل والحفاظ الحفاظ عليه لانه هو دليل مهم يعني كمان في طريقه هون يعني ما في طريقه لمو ما لها طريقه علميه بده صحيح المفروض يعني يعرف يعني في في تدريب للقوى الامنيه كرمال يلموه ليحتفظوا فيه ليوصل للخبير ليعرف يستفيد منه والا يعتبر دليل يعني غير غير مزبوط يعني ما فينا نستعمله اذا كانت طريقه حفظه غلط او كيف نقله اذا ما استخدمنا مثلا الحراره اخذنا حراره الجتة حراره التربه حراره الجو كل هاي عوامل لازم تتخذ وتتخذ بعين الاعتبار من خلال من القوى الامنيه لا لا نجمع كل هالادله ونستخدمها بالوصول لتحديد مده الوفاه او لكشف يعني هول المعايير اللي عم بقول هلا دكتور سلمان انه حراره الجتة حراره الجو اول مره تقريبا بنعمله بطريقه سيستماتيك عنا بال ما هيدي شغله كثير مهمه يعني على امل كمان تلقيط الاراءات لانه اذا اذا عم فريق انه منه متخصص منه متخصص إس... على الاخر ما رح يعرف علما انه انه الشباب عم يقوموا بطريقه كثير حلوه بس بس بينقصوا كمان بعد كم كم واحد كم... معهم لحتى تصير عنا الانفستيغاسيون بتصير تصير بطريقه متكامله صح لان كل واحد بحاجه للثاني حتى يأكل يعني يأكل بدي التاني. اتشكركم على هالمعلومات هال القيمه على هالثقافه الحلوه اللي اعطيتونا اياها الموضوع الجديد اللي انطرح اليوم والمعلومات اللي اعطيتونا اياها كثير مهمه بشكركم على هالهيدا وان شاء الله بيتطور مثل ما عم بتقول بسرعه اعزائي المشاهدين بشكركم لمتابعه هالحلقه المهمه وللقاء بحلقه القادمة من سالون دي سيانس Terima <small> kasih telah menonton!